تقدر تساعدنا. دول العالم بس أمريكا تقدر تساعدنا. شو وقت يحررون مناطق من المسيحيين؟ He said only the U.S. can help us, and he asking when we can get back to our home. Okay, بيوتنا راحت، مالنا كله راح، فلوسنا راحت، كل شيء راح من عندنا، عندنا جهال. زين، يحيي شتاء علينا. شو وقت يحررون المناطق ما تعال نرجع حتى لو كاشي، بس نرجع، بس نخلي جهالنا جوا سقف. اليوم صباحت نص ساعة قم ترجف، نص ساعة قم ترجف. When our homes are gonna get فلوس ما عندنا بس طرق البلوس بس طرق البلوس جينا شلون عندنا جهال صاحبين جهال يعني حتى جهالنا يموتون حتى جهالنا يموتون بالشتاء شلون حل بس امريكا تقدر تساعد مسيحيين كل دول العالم لازم يسوون حل امريكا بريطانيا سويسرا جنيف كل دول العالم انا جيت بسويسرا 6 سنين لاجئ جيت بسويسرا وجيت هنا انا سقط صدام وجيت هنا انا ما اعرف جيت ما اعرف راح يجينا نور المالك راح يجينا 11 سنه رجعت 11 سنه راجع من سويسرا تزوجت صار عندي اطفال شلون حتى جانا يموتون he's been a refugee in Switzerland for 6 years when سويسرا Switzerland. Oh yeah. And when Saddam's gone, he came back here. He didn't thought he gonna face all this in a lighter time. يعني تعالينا كافي عاد مسيحيين حير حير راحوا من عندنا. Christian. شهداء حرب الإيران حرب الكويت حرب البوش وهسه يدعج علينا يعني كافي عاد كافي كسر ظهرنا ضرر كسر يعني شلون مسيحيين يزيدية دمروا بالعراق. Christian lost their lives all the time from the wars with Iran, from the wars with America, from the wars now with the terrorists. شهداء راح من عندنا كهوية راحوا من عندنا. أو هسه من نسواننا راحوا يبيعون نسوان مالتنا بالحدود مال سوريا. خطفوا نسواننا خطفوا كل شيء من عندنا. عشتون؟ منو اللي خطف؟ مسيحيين خطفوا هواية يعني داعش هواية خطفوا من المسيحيات. ISIS من قرية من باطنية واليزيدية. Many of their are females. أطفال ما عندنا مخضوع من عندنا أطفال أم بعهم بالحدود السورية كافي عاد علينا كثيرا كافي عاد كافي عاد ناس ماتوا بالقرية بالبيوتهم أكو ناس سميتين بالبيوت بالقرية بابا ياش كافي عاد إذا some people love couldn't or didn't want to leave their homes then maybe they probably now dead probably yeah مسيحيين مالتنا دول العالم خلي يقومون خلي يسوون مظاهرات لنا كافي عاد خلي يساعدونا Christian from other parts of the world to support us and to find us a solution. إذا يريدون يساعدونا صورة صحيحة نطلع هجرة جماعية كل المسيحيين بالعراق مسيحيين واليزيدية بلا جواز. If they really can do something for us, it's like to take all Christians from Iraq and find them a better home in another country. اللي ما يريدونا بالعراق لا يريدون مسيحيين ولا يزيدية بالعراق. Because العرب ما يريدونا. Because we are not. ترضونا من بيوتنا. Because we are not wanted here. Nobody wants us here for the Christians. كل دول العالم تعرف. عرب ما يريدون مسيحيين ويزيدية كافي عاد ريد مكان آمن نعيش به بسلام بالأمان In his opinion, Arab don't want Christian here كافي عاد عانينا كافي عاد So this is enough يعني راح نموت من تفكير راح نموت So we are not really living a life here اهدي سلامي إلى قرايبي بالدول الخارج كلها ولا مسيحيين كلها Sending his greetings to all Christians all over the world. شكراً لأمريكا. شكراً صحيح. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay.